طيب خلينا دلوقتي نتابع مع حضراتكم زي ما احنا متعودين كل يوم اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه والانشطه كمان. ومراسلتنا العزيزه هنا ابو القاسم هي موجوده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا هنا بنصبح عليكي انا وكريم وكل جماهير اكيد 10 الصبح في الاهلي وسامعينك، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلوني في البداية أبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق هيواصل تدريباته، تجمع الفريق هيكون الساعة 12 الظهر والمران هيبدأ الساعة 1 طبعا الظهر، استعدادا بقى لمباراة غدا اللي هتكون أمام فريق فاركو الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة ال11 من بطولة الدوري. يعني طبعا يا نهاوندو ويا كريم، زي ما احنا عارفين انه الفريق كان واصل تدريباته امس بدون راحه سلبيه بعد مباراه سان داونز. خليني اكلمكم اكتر عن مران امس. يعني مستر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق كان حريص كالعاده على عقد محاضره مع اللاعبين قبل انطلاق المران ليحدثهم بقى عن بعض الامور الفنيه وكمان عن اهميه غلق مباراه سان داونز. يعني زي ما احنا عارفين انه النادي الاهلي دايما بينافس على جميع البطولات سواء بطوله الدوري او بطوله دوري ابطال افريقيا. يعني طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال النادي الاهلي في مباراه غدا امام فريق فاركو. خلونا كمان نروح لناشئين كره القدم بالنادي الاهلي. يعني فريق 2003 قدر امس يحقق فوز على فريق المقاولون العرب بنتيجه 2-0، ده طبعا كان ضمن منافسات الجوله ال21 من بطوله الجمهوريه. يعني كان احرز اهداف النادي الاهلي اللاعب رأفت خليل في الدقيقه 26، وبعدها مباشره قدر يحرز اللاعب محمد احمد الشهير بشرقيه في الدقيقه 28 الهدف الثاني من اللقاء، وبكده يكون رفع النادي الاهلي عدد نقاطه ل 43 نقطه. كمان الحقيقه ناشئين 2005 قدروا يحققوا فوز على فريق الاسماعيلي خارج ارضهم بنتيجه 2-1، ده كان ضمن منافسات الجوله ال 22 من بطوله الجمهوريه. يعني كان افتتح الاسماعيلي التسجيل لكن رجال شباب النادي الاهلي قدروا يعملوا كامباك ويفوزوا في المباراه. يعني كان احرز هدف التعادل اللاعب فارس خالد في الدقيقه 34، وقدر بقى يحرز هدف الفوز اللاعب سيف الطيب في الدقيقه 77، وبكده يكون قدر يرفع ناشئين كره القدم بالنادي الاهلي فريق 2005 عدد نقاطهم ل 46 نقطه. خلونا بقى نروح لاخبار الفرق الرياضيه الاخرى ونبدا من الفريق الاول للسباحه التوقعيه اللي كان مشارك طبعا في بطوله سبورتكس ارتستيك سويمنج اللي كانت مقامه في الامارات. الحقيقه انه الفريق الاول بالنادي الاهلي عمل الحقيقه بطوله كبيره جدا ومشرفه جدا اشاد بها الجميع. يعني خلوني اكلمكم اكتر عن اللي قدر يحققه النادي الاهلي. قدر يحقق مركز اول عمومي فرق وايضا مركز اول 18 سنه فرق، وايضا مركز اول فردي عمومي عن طريق اللاعبه ملك اياد، ومركز ثاني فردي عمومي عن طريق اللاعبه جايلان شتله. يعني طبعا بهنئ الفريق الاول للسباحه التوقعيه بالنادي الاهلي. الحقيقه انه دايما كالعاده النادي الاهلي بيشرف وبيرفع اسم مصر في جميع المحافل الدوليه. نروح بقى للعبة كرة الطايرة. سيدات كرة الطايرة النهاردة هيكون عندهم مباراة أمام فريق الشمس في الشمس. المباراة هتكون الساعة 8 مساء ضمن منافسات بطولة الدوري. يعني إن شاء الله طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق يقدروا يفوزوا في المباراة ويقتنصوا 3 نقاط جداد. كمان رجال كرة الطايرة عندهم النهاردة مباراة مع فريق الاتحاد السكندري. المباراة هتكون الساعة 2 العصر ضمن بقى منافسات الدور الترتيبي من بطولة الدوري. يعني دي طبعا تاني منافسة في الدور الترتيبي. امس كانوا افتتحوا منافسات الدور الترتيبي من بطوله الدوري قدروا يحققوا فوز على الطيران بنتيجه 3-0. الحقيقه انه رجال كره الطايره عملوا مباراه كبيره جدا. يعني قدروا يختموا الشوط الاول بنتيجه 25-13، الشوط الثاني بنتيجه 25-21، والشوط الثالث والاخير بنتيجه 25-14. بتمنى لهم طبعا كل التوفيق ان شاء الله يقدروا ايضا يحققوا فوز في مباراه اليوم. اخيرا بقى نروح للعبه كره اليد، بالتحديد رجال كرة اليد. النهارده طبعا هيواصلوا تدريباتهم، هيكون عندهم تدريب الساعة 4 العصر. يعني الحقيقة ان هم عندهم الفترة المقبلة مباريات كتير جدا ومباريات مهمة. خليني طبعا اقولها لكم يا نهواند ويا كريم. يعني المباراة الأولى هتكون يوم 3/3، هتكون مباراة أمام فريق سبورتنج ضمن بقى منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر. بعد كده هيكون عندهم يوم 9/3 و10/3 و11/3 المرحلة الأولى من الدور الأخير من بطولة الدوري. وبعد كده هيكون عندهم يوم 9
29 33 31 33 المرحله الثانيه من الدور الاخير من بطوله الدوري، واللي طبعا هيتحدد من خلالها بطل الدوري لهذا الموسم. يعني طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال كره اليد، ان شاء الله يكونوا هم ابطال الدوري لهذا الموسم ونكون بنحتفل في 10 الصبح في الاهلي. يعني دي كانت ابرز اخبار الفرق الرياضيه من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. احنا كمان اكيد بنتمنى الفوز للنادي الاهلي، وان شاء الله تكوني معانا مره ثانيه هنا وتبلغينا بقى هذا الخبر الخاص بفوز الفرق المختلفه كمان في النادي. شكرا لك يا هنا.